اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا مع برنامجكم برنامج همزه وصل. نفتح في هذه الحلقه ملف تمكين المراه وقدره المراه على اداء دورها على مر السنوات السابقه، لكن قبل ذلك دعونا نستعرض اخر مستجدات على الساحه في الأزمة الأوكرانية، حيث قصفت القوات الروسية صباح اليوم العاصمة الأوكرانية كييف مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 21، حيث تصاعد دخان كثيف من مناطق بقلب المدينة، في حين أصبحت القوات الروسية على بعد 15 كيلومتر من العاصمة. وأفاد مصدر إعلامي أوكراني أن كييف تعرضت لقصف صاروخي في الساعات الأولى من الصباح، مشيرا إلى أن الطرقات في كييف أصبحت أشبه بثكنة عسكرية. وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها أسقطت 3 مقاتلات و3 طائرات مسيرة روسية، واستهدفت تجمعات للقوات الروسية في بعض المناطق الجنوبية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و4 مسيرات وتدمير 128 منشاة عسكرية خلال 24 ساعة، مؤكدة تدمير أكثر من 1350 دبابة و111 مقاتلة منذ بدء العملية العسكرية. تتواصل اليوم المفاوضات الروسية الأوكرانية الرامية إلى إنهاء حل الأزمة الراهنة. وقال رئيس الوفد الأوكراني إن الجولة الجديدة تركز على التوصل لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا بدأت في التحدث بشكل بناء وتوقع بعض النتائج الإيجابية من المحادثات خلال الأيام المقبلة. من جانبه أكد مندوب روسيا في المحادثات أن المحادثات مع أوكرانيا صعبة وبطيئة، لكن روسيا ترغب وبصدق في السلام في أسرع وقت ممكن. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرورة مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مواقف الطرفين تبدو أكثر واقعية. وأضاف زيلينسكي أن المفاوضات تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يمكن التوصل إلى قرارات لصالح الجانب الأوكراني. ينبغي على الجميع بمن فيهم مندوبون ووفدنا العمل على إنجاح المفاوضات مع الجانب الروسي، فالأمر صعب لكنه مهم، حيث إن أي حرب تنتهي بوضع اتفاقية. وفي حين تتواصل المفاوضات تم إبلاغي أن مواقف الوفدين تبدو أكثر واقعية، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى نتوصل إلى قرارات لصالح الجانب الأوكراني. وأدعو كافة أصدقاء أوكرانيا لزيارة كييف، وقد يكون الوضع خطيرا لأن سماءنا ليست مغلقة أمام الصواريخ والطائرات الروسية، ولم نتخذ قرارا بشأن تعزيز الترسانة الجوية، ولم نتسلم أي طائرات، لكن عيون العالم تنصب الآن على عاصمتنا وعلى شعبنا. هذا ويلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا اليوم أمام الكونغرس الأمريكي، ومن المقرر أن يتقدم زيلينسكي بالشكر لواشنطن خلال الخطاب على حزمة المساعدات الضخمة التي وقعتها لتصبح قانونا بعد موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات دعمها الحزبان الديمقراطي والجمهوري بقيمة 13.6 مليار دولار لصالح أوكرانيا، وهو رقم قياسي للدولة الواقعة في شرق أوروبا. أكد مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيس ليناريتش أن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ليناريتش إن أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن العدد قابل للزيادة، معربا عن قلق أوروبا من الانتهاكات الإنسانية الحالية والمستقبلية المحتملة. ودعا ليناريتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب على أوكرانيا فورا، معربا عن قلق الاتحاد الأوروبي من استخدام أسلحة الدمار الشامل في الحرب. لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فر نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، وقالت إن نصفهم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق. وبعد أقل من 3 أسابيع على بدء الحرب، تقدر توقعات الأمم المتحدة أن يغادر 4 ملايين شخص أوكرانيا هربا من الحرب التي لن تنتهي في القريب العاجل كما يبدو.
وخوف من استمرار أعداد اللاجئين وعدم السيطرة على الوضع. قال الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على جميع دول الاتحاد المساعدة في إعالة ملايين اللاجئين الفارين لأوكرانيا، وعرضت المفوضية الأوروبية تمويلا لمساعدة أعضاء الاتحاد الشرقيين على استضافة الجزء الأكبر من اللاجئين الأوكرانيين. قبل الحرب كان يعيش في أوكرانيا أكثر من 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، ولا تشمل بالتالي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ولا مناطق الشرق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا. وتستقبل بولندا وحدها أكثر من نصف مجموع اللاجئين الذين فروا منذ بداية العملية العسكرية، حوالي 1,700,000 لاجئ أوكراني حتى الآن، تليها المجر ثم سلوفاكيا. ومع استمرار الحرب لا تزال تخشى العديد من الدول الغربية من استمرار تدفق اللاجئين، وتحاول إبقاء العدد الأكبر بدول أوروبا الشرقية. مشاهدينا، بعد أن تعرفنا على آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية، نفتح ملف حلقة اليوم في همزة وصل، وهو ملف تمكين المرأة. بكل تأكيد في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت المرأة على العديد من حقوقها المسلوبة في فترات سابقة، حقوق قانونية واجتماعية واقتصادية أيضا، وتولت وتقلدت المرأة أعلى المناصب في الدولة، واستطاعت بالفعل أن تثبت جدارتها وقدرتها على القيام بالمهام التي أسندت إليها. في شهر المرأة وفي اليوم العالمي للاحتفال بالمرأة، كيف وإلى أي مدى استطاعت المرأة أن تثبت ذاتها في المواقع التي تولتها؟ ومن ثم سؤال حلقة اليوم سيكون حول في عصر تمكينها، كيف أثبتت المرأة المصرية قدرتها وجدارتها في كافة المجالات؟ هذا هو ملف حلقة اليوم. دائما ننتظر من حضراتكم المشاركات والتساؤلات والمقترحات على همزة وصل اي جي، ولكن قبل أن نبدأ في استقبال المداخلات الهاتفية دعونا نتعرف من خلال التقرير التالي حول دور المرأة والأعمال والمنجزات والحقوق التي استردتها. تابعونا. تتوالى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف رؤية مصر 2030، بهدف دعم دور المرأة وإشراكها في خطط التنمية الشاملة. سياسة الدولة لدعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات الحياتية تتضمن تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج تمكين المرأة ودمجها بسوق العمل، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج المؤسسات الدولية المانحة، ودعم رائدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية لتعزيز قدرتهن للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فاعلية. كما تحرص الحكومة على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين والعاملات بالوزارات المختلفة، وكذلك المساهمة في حل مشكلة المرأة، إلى جانب تشكيل وحدات فرعية للمرأة بالجهات التابعة للوزارات. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها تقوم بدعم حصر المرأة بموقع اتخاذ القرار، بهدف متابعة وضع المرأة بالمواقع القيادية في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات المدرة للدخل والهادفة إلى مساندة المرأة ومتابعة التمكين الاقتصادي لها ووضعها بمراكز اتخاذ القرار. ولعل من أبرز مبادرات تمكين المرأة هي مبادرة دعم صحة المرأة والقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة، ودعم صحة الأم والجنين. مشاهدينا، بعد أن تابعنا التقرير دعونا نتعرف في خلال المداخلات الهاتفية على المزيد والمزيد من الفرص والمنح التي أعطتها الدولة ومكنت بها المرأة وولتها أعلى المناصب. وتنضم إلينا هاتفيا دكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتور رانيا تحياتنا يا فندم. أهلا بحضرتك وكل سنة وكل ستات مصر يا رب دايما بخير وسعادة بإذن الله. وحضرتك طيبة وبخير. دكتور، يعني كيف ترين الدور الذي قامت به الدولة لتمكين ودعم المرأة على مدار الفترات السابقة منذ تولي الرئيس السيسي في مجالات متعددة، يعني من ناحية القانونية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية السياسية ونواحي أخرى مختلفة؟ طبعا حضرتك يعني بيتضح جدا من خلال السبع سنوات الماضية دور الدولة في تمكين المرأة وإعطائها أكثر يعني قدر من الحقوق والمكتسبات خلال
خلال السنوات الماضيه. منذ ان تولى السيد الرئيس هذه المسؤوليه وهو مؤمن تماما بدور المراه ويؤكد دائما على دورها ويقدرها ويجلها ويحترمها، وهذا يتضح ايضا في يعني منذ ان اطلق السيد الرئيس استراتيجيه النهوض بالمراه في عام المراه المصريه في 2017 والى الان. والاستراتيجية حضرتك عارف انها مبنية على 4 محاور رئيسية: تمكين اقتصادي، تمكين سياسي، تمكين اجتماعي، وحماية ثقافية وتشريعية. وطبعا المجلس القومي للمرأة بيقوم بدور كبير جدا الحقيقة في دعم المرأة المصرية من خلال توفير مكاتب للشكاوى على مدار يعني تلقي الاتصالات الهاتفية على مدار 12 ساعة في اليوم، وأيضا تلقي الشكاوى من خلال فروع المجلس القومي للمرأة وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي بالمجان. بالإضافة لكل أشكال التمكين التي حصلت عليها المرأة بدعم ومن القيادة السياسية وإيمان القيادة السياسية بدور المرأة من خلال التمكين الاقتصادي، وشفنا برامج الشمول المالي وتوفير بطاقات الرقم القومي وتوفير فرص عمل يعني مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب أيضا التمكين الاجتماعي ونقل العشوائيات ومراعاة الأسرة المصرية وتمكين وبرنامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أيضا أحد أهم المشروعات القومية المهمة والبارزة خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة أيضا للمشروعات أو المبادرات الصحية لصالح صحة المرأة والطفل والتي أيضا تصب في صالح المرأة المصرية. نعم. أما على مستوى التمكين السياسي، أيوة تفضل يا فندم. أما على مستوى التمكين السياسي فطبعا نجد المرأة الآن يعني تتقلد أرفع المناصب، لدينا 25% في الحكومة المصرية، عندنا 28% تحت قبة البرلمان، 14% تحت في مجلس الشيوخ، مستشار السيد رئيس الأمن القومي، يعني العديد والعديد من المناصب، منصب المحافظ، وأكثر من 30% نواب محافظين ونواب وزراء. فطبعا كل دي أشكال للتمكين المختلفة، بالإضافة طبعا للتشريعات اللي خرجت خلال الفترة الماضية اللي كلها الحقيقة بتصب في صالح المرأة، زي تغليظ عقوبة ختان الإناث وتغليظ عقوبة التحرش وغيرها من العقوبات وتجريم حرمان المرأة من الميراث. يعني دكتور، هل من وجهة نظر حضرتك كل هذه الأشكال من التمكين هل بالفعل أكدت ورسخت حق المساواة للمرأة؟ طبعا يا فندم، المساواة بين الجنسين أحد الأشكال اللي احنا بنتعامل عليها وبنشتغل عليها، الملفات المهمة، والحقيقة يعني هي الدولة بترسخ مبادئ الدستور المصري في 2014، عندنا المادة 11 اللي بتمنع التمييز بين الجنسين وتؤكد على المساواة واحترام الذكور والإناث، ويعني لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات. نعم. طيب دكتور، يعني ما الذي ينقص المرأة وما الذي تحتاجه نستطيع أن نقول بالفعل أن المرأة المصرية بكامل فئاتها والأيديولوجيات التي تعيشها في مصر هي بالفعل تواكب المرأة العالمية؟ أكيد طبعا، ولكن طبعا عندنا حضرتك يعني بعض الملفات محتاجة اهتمام أكتر، القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، نتمنى خروج قانون الأحوال الشخصية قريبا إن شاء الله بشكل منصف للمرأة المصرية ولصالح الأسرة المصرية، يعني نتمنى التوعية تكون أكتر يعني دايما بشكل أكبر، تولي مناصب أكتر، يعني أن يكون التعامل على مبدأ الكفاءة وليس على مستوى الجندر أو النوع. طيب دكتور، لو حضرتك تكلمينا عن دور المجلس القومي للمرأة والمجتمعات المدنية والمجتمعات والتجمعات الأهلية في زيادة وعي المرأة وتنبيهها إلى الدور المنوطة به في المرحلة المقبلة. المجلس القومي للمرأة بيقوم بدور كبير جدا يا فندم، طبعا من خلال المبادرات اللي بيطلقها المجلس، من خلال الحملات المهمة زي حملة طرق الأبواب توصل الناس لبيوتها للستات، بالتوعية على كل المستويات زي ما قلت لحضرتك، على أشكال المشاركة السياسية، على مستوى التعليم والثقافة، على مستوى يعني الصحة الإنجابية وفكرة النمو السكاني ويعني
الصحة الإنجابية للمرأة ورعايتها الأسرية واحتوائها لأبنائها والحفاظ أيضا على تماسك الأسرة المصرية. كل ده بنتكلم فيه من خلال المبادرات اللي بيطلقها المجلس القومي للمرأة. وأيضا كان عندنا مبادرة اسمها لأني رجل، وهي لدعم الرجل للمرأة ويعني تشجيع الرجل لصالح المرأة وعدم اقصاره على يعني تهميشها أو اقطاعها أو غير ذلك. يعني دكتور، يعني مع ارتقاء مراحل التعليم وتطور التعليم وتعليم المرأة على وجه التحديد وتوليها مناصب متعددة، إلا أننا يعني كثيرا أو ربما ما نرى أحيانا التمسك بالموروث والتقاليد ما لا يتماشى مع ظروف ومتطلبات العصر والمرحلة المقبلة. يعني كيف ترين حل هذه المعادلة للحفاظ على المبادئ والثوابت مع التأقلم والتعامل مع المستجدات؟ طبعا حضرتك عارف احنا كلنا يعني ابناء هذه البيئة وهذه الثقافة، ولكن طبعا في بعض البيئات المختلفة او بعض الثقافات المختلفة بنجد يعني هناك قصور في التعامل مع النظرة الى المرأة ومن خلال بعض الذكور، لانها ثقافة ذكورية ترسخت عبر عقود طويلة. ولكن مع إيمان الدولة بدور المرأة وتأكيد السيد الرئيس في جميع اللقاءات سواء تتعلق بالمرأة أو بغير ذلك، فدائما ما يوصي السيد الرئيس بالمرأة ويؤكد على دورها التنموي ودورها يعني المجتمعي، وبالتالي الحياة بيحصل تغيير في هذا الموروث بشكل كبير جدا من خلال البرامج التوعوية والمبادرات التي يطلقها المجلس، وأيضا من خلال دعم الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها وقطاعاتها ووزاراتها لصالح دعم المرأة المصرية. نعم دكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أنا بشكر حضرتك شكر جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه الإفاضة في المعلومات والتوضيحات. وبينضم إلينا مشاهدينا الأستاذ عبير سليمان الباحثة في قضايا المرأة. أستاذ عبير تحياتنا يا فندم. تحياتي يا فندم. بعد كل ما حصلت عليه المرأة من مكتسبات لم تكن تحصل عليها من قبل، هل ترين حضرتك أنه لا تزال هناك بعض القضايا الهامة التي نحتاج إلى التغلب عليها في استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة للمرحلة القادمة بالنسبة للمرأة؟ الحقيقة طبعا الأول قبل ما أقول متطلباتنا لازم أقول إن إحنا إزاي نستثمر وجود فترة ذهبية للمرأة المصرية، خاصة أما يكون الدولة بتاعتك مؤمنة بقضايا المرأة. نعم. رئيس الدولة اللي بيخصك بعدد كبير جدا من المناحي والاهتمامات والانحيازات الواضحة لاستحقاقات المرأة لابد لها من استثمار كل سيدة استثمار هذا الأمر، وده شيء مشروع جدا. فخليني أقول إن أنا بطمع في سيادة الرئيس لما بقول أنا عندي طلب تاني للمرأة المصرية، وإحنا بنشهد تحيز وموضوعية شديدة جدا تجاه المرأة المصرية على مستوى المستحقات ومستوى المكتسبات. يعني المرأة المصرية عاشت يعني أوقات كتير جدا عصيبة، محدش كان بيتكلم باسمها. إحنا عندنا رئيس بيتكلم باسمنا، عندنا رئيس مخصص هيئات ومؤسسات وأشخاص هم مثال ورمز إن هم يطلبوا بحقوق المرأة ويفعلوا امتيازات خاصة بيها على مستوى مجلس، من أول مستوى المجالس النيابية ولحد مستوى الطبقات الكادحة والطبقات الفقيرة والمرأة المعيلة والمرأة المديونة بإيصالات أمانة الغارمات، اللي شفنا إن حتى الستات الجادحات مش الهوانم بس الرئيس مهتم بيهم. نعم. ولكن ملف النفقات والمطلقات والأرامل إحنا عندنا مشكلة فيه على المستوى التنفيذي، يعني مش المستوى التشريعي. يعني إحنا دايما نقول لما بنقعد في محافل ليه علاقة بنقشة قانون الأسرة بنقول آلية التنفيذ. فخليني أقول لك إن القوانين والتشريعات جيدة جدا وأحيانا بتكون منصفة للمرأة، لكن على أرض الواقع لما بنلاقي أحكام قضاء، وإحنا تحية للقضاء المصري المحترم الشريف اللي هو بيحكم بموجب الأوراق اللي قدامه، المرأة بعد الطلاق وهي نسبة بقت عالية جدا جدا عندها محورين تمشي فيها عشان تجيب نفقة الصغير، لإما الدولة هي اللي تديها الفلوس لإما طليقها. نعم. أغلب المطلقات الطليق بيهرب من النفقات الصغير.
على طول لازم اقول لك ان دي قضيه امن قومي. ليه؟ لان المطلقه بتاخد فلوس من الدوله علما انها طليقها سري او ابو الاولاد سري. لابد بقى ساعتها ايه؟ ان الدوله تاخد اجراءات عنيفه مع كل متهرب من نفقات الصغير، لان هي اللي بتدفع مكانه. نعم. البنك ناصر او بتخلي الولد يشرد او بتخلي الولد يخرج من التعليم اللي بفلوس فيبقى فيه تعليم مجاني او يبدا ان هو ياخد اعانات من الدوله، فبالتالي الدوله بتتكبد اعباء شخص متهرب من نفقاته علما ان هو اثناء الزواج كان بيصرف كويس وكان مدخل ولاده مدارس كويسه. فكره ان القضاء يحكم بنفقات غير موضوعيه وغير منطقيه وملهاش علاقه بالواقع اللي احنا فيه امر لابد له من مراجعه. 500 جنيه و1000 جنيه والمبالغ اللي بتحكم للصغير امر غريب جدا جدا في ظل غلاء الاسعار وفي ظل الحياه اللي احنا فيها، علما ان دخل الاب يفوق الحد اللي بيتحط ده. فوق لا. فكره ان هو يتلاعب ويعمل استئناف على النفقه، يعني ازاي يحصل استئناف على النفقه؟ يعني ازاي شخص يتحكم له ب 1000 جنيه او 600 جنيه للصغير يبقى مستأنف تنزل اكتر، ازاي؟ يعني احكام الحد لا تنفذ في اغلب الاوقات وبيحصل تهرب منها. يعني استاذ عبير، هو اذا يعني حضرتك بتوضحي ان مطلوب يعني تعديل في التشريع ام قانون جديد يحفظ حق المرأة في هذا الامر؟ نعم، اليات التنفيذ ما بعد التشريع. اليات التنفيذ، نعم، ما بعد التشريع منظومه محكمه قضائيه ونيابيه واجرائيه تحمي الصغير. انا مش هقول تحمي المطلقه لان المطلقه بالغ رشيد. تمام. وانا بالنسبه لي هي اللي قررت انها تنفصل او هو اللي قرر ينفصل، وانا مش مشكلتي المطلقه او المطلق، انا مشكلتي الحاضن واللي معاها. اللي معاها ده صغير. نعم. لازم حياته تضمن ان هي ما تتغيرش بعد الانفصال. انت او هو خدتوا قرار الانفصال، الطفل مش لازم يتاثر. مصلحه الصغير هي المصلحه الفضلى، ده الجيل اللي طالع اللي هيرعق الدوله، وانا بدق جرس انذار دلوقتي. الجيل اللي طالع هو اللي هيبقى مفكك اسري ومفكك اجتماعيا ومنهار اقتصاديا اذا ما حلتش القضيه دي. نعم. احنا عندنا نسبه كبيره جدا من المطلقات والحاضنات، وده امن قومي يا سياده الريس. وانا متاكده ان سياده الريس لما بيجي يتكلم في مؤتمراته او اي حديث للمراه المصريه، انا عمري ما شفت راجل حاسس بمعاناه الست المصريه زي الريس بتاعنا. نعم. لما بيتكلم وهو كانه قاعد في جوه بيتنا، فدي ما انا شايفه ان ده لابد ان احنا له استثمار. فاحنا بنقول له كناشطات وكقيادات طبيعيه داخل المجتمع المصري بالوجع للست المطلقه والست الارمله. نعم، لكن الى جانب المكتسبات الاخرى والمزايا الاخرى يعني ليس لدى حضرتك اي تعليق، ولكن ننتقل الى جانب اخر ايضا، هو ما هي الواجبات بعد الحقوق؟ يعني كيف ترين الواجبات في مشوار بناء تنمية مستدامة ودعم لمكانة المرأة مجتمعيا لترسيخ وتثبيت هذا المفهوم؟ الحقيقة برضو هرجع الحديث على سيادة الرئيس، وخليني أقول بدون نوع بأدنى شك ومن غير أي نوع من أنواع المزايدة، لما يكون عندك حاجة واضحة وضوح الشمس لازم أن أنت تجري وراها وتبرزها. ما ينفعش يبقى الراجل بتاعنا والريس بتاعنا شغال من الصبح لبالليل وما بيعملش حاجة غير ان هو ينهض بالكفاءة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بالمواطن المصري أولهم المرأة المصرية، ويحاول بكل الطرق ان هو يسندها مادية ويعمل تخصيص ليها لصندوق المشروعات الصغيرة، ويعمل لها منافذ للمراكز الاستثمارية ليها هي لوحدها، ونلاقي 60% من المنح تمنح للمرأة وانها تنزل المعتقل ولا يستثمر هذا. كل ست مصرية واحنا عارفين انها الحامية لمصر وهي اللي خدت توجه وطني حقيقي منحاز للإرادة المصرية الحرة وجيش مصر العظيم يوم 30 يونيو وقدرت انها تنقذ اجيال، احنا بنقول لها بكل قوة انت مسؤولة عن البنات اللي طالعة، الجيل الطالع اللي طالع، ان هو يكون في اسرة متماسكة تكون واثقة من نفسها، تكون عارفة تجيب حقها، تكون مش متعدية على قوامة الرجل، فاهمة يعني ايه زواج، فاهمة يعني ايه رجولة، ما تنالش من زوجها. يعني زي ما عشنا
بنطالب بحقوق المرأة وبنرفض العنف ضد المرأة، احنا بنرفض اي نيل من الراجل المصري. وقاسم امين كان راجل، والرئيس عبد الفتاح السيسي راجل، وهو وهم اللي بيقفوا سبورت للمرأة. فاحنا بنقول لهم ابقوا سبورت للرئيس. نعم. الرئيس معتمد عليكم ان انتوا تكون قيادات طبيعية في كل منفذ انتوا فيه. طيب. لازم تقولوا للرئيس انت اخترت صح، انت اديت امتياز للنوع اللي هو النسوي وراهنت عليه ان هو ينهض مجتمعيا واداريا واقتصاديا واجتماعيا. احنا المفتاح السر لنهوض اي امه، اي امه بتعرف تحطمها من نسائها. فانا بقول ان ربنا ميزنا، وكمان لما يكون عندك قياده بعد ربنا بتديك امتيازات واثقه فيك ومعتمد عليك وكمان بتدعمك، لازم احنا نسعى لحفظ المكاسب دي واستثمارها، وكمان التمثيل المشرف امام المجتمع وامام الرئيس بتاعنا. صحيح. القيادة رؤية وقرار وتخطيط وتدبير لتهيئة وتنفيذ هذا القرار، لكن ماذا عن دور مختلف مؤسسات الدولة، عن الهيئات، عن مؤسسات المجتمع المدني وما إلى ذلك؟ خليني أقول لك إن إحنا عندنا معاناة في تطبيق الأفكار المستنيرة. مش هقدر أضحك عليك وأقول لك إن إحنا وصلنا لمرحلة ان احنا ماشيين في الركب الصاروخ التنويري، لا، احنا 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 رايحين الحمد لله بفضل ربنا وبفضل قياده حكيمه، ولكن لازم نبذل مجهود شديد للتوعيه والتنوير والتنور. يعني خليني اقول لك ان كل مؤسسات الدوله واداراتها لو كانت مؤمنه بنفس ايمان الرئيس باداء ودعم المرأة المصرية، ده هيوفر علينا سنوات ضوئيه، يعني سنوات كتير جدا جدا لحصاد طفره اللي تستحقها مصر. مصر بلد مستنيرة، بلد وسطية، بلد متقدمة، بلد مؤمنة بستاتها سواء كانوا في الجنوب أو في الشمال. يعني احنا الستات الفلاحين والصعيد عندنا بيحكموا أسرة، معنى ان احنا شعب بندي الحكم للمرأة، معنى كده ان احنا متحضرين. صحيح. فأقصد ان الخميرة بتاعتنا والطينة بتاعتنا طينة جيدة جدا. نتمنى من كل الإدارات وكل الهيئات وكل المؤسسات المعنية، إعلامية كانت أو كانت ليها علاقة بمركز الشباب أو مؤسسات مجتمع مدني، وده دورها غاية في الأهمية. مؤسسات المجتمع المدني إحنا بنقول السلطة التي بلا سلطة، هي تستطيع أن تدخل كل بيت. صحيح. من خلال قياداتها الطبيعية، وخاصة في الكفور والنجوع والأماكن اللي ما توصلهاش الخدمات الكويسة جدا اللي موجودة في المركز. إحنا نتمنى المؤسسات دي يكون على قلب رجل واحد، وتكون أكثر وطنية وتعمل بنشاط لمساندة حالة التنوير وحالة النهوض المجتمعي والنظرة الإيجابية تجاه المرأة المصرية. نعم. إحنا محتاجين نغير نظرتنا، ندعم المرأة على المستوى الاقتصادي. إحنا عندنا 45% مرأة معيلة، يعني بتشيل أسرة الله أعلم بحالها إيه، يعني ممكن يكون زوجها غير قادر، ممكن تكون شايلة عدد من أطفال كبير. يعني بالدليل القاطع والدليل الميداني المرأة تستحق كل الدعم. نعم. أستاذ عبير سليمان، باحثة في قضايا المرأة، أنا بشكر حضرتك شكر جزيلا على هذه المداخلة، وبنضم صوتنا لصوت حضرتك في حق المرأة الحاضنة في نفقات التي تليق بمستوى تنشئة الأبناء والصغار، التنشئة السوية. ومشاهدينا الكرام، نتابع ونتعرف أيضا على بعض التعليقات التي وصلتنا من حضراتكم على همزة تواصل إيجي على الفيسبوك في تمكين المرأة أو في عصر تمكين المرأة تحديدا، قدراتها وقدراتها وكفاءتها على إثبات أنها تليق وتستحق هذا التمكين. عموما معنا بعض المشاركات. الأستاذة هناء محمد تقول لقد سطرت المرأة المصرية تاريخ نضال بدأته بمظاهرة نسائية في 1919 واختتمته بإنقاذ مصر من الإرهاب بنزولها في 30 من يونيو. الآن تعيش المرأة المصرية عصرا ذهبيا بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية والداعم لتمكينها في كافة المجالات، وما نعيشه اليوم هو مصدر فخر واعتزاز للنساء في مختلف العصور. فاليوم نكتب تاريخا جديدا للمرأة المصرية، يهب الأجيال القادمة من الفتيات الأمل ويمنحهن الفرصة ويرسم طريقا جديدا نحو المستقبل. بشكر حضرتك شكر جزيلا أستاذ هناء على هذه المشاركة. الأستاذ محمد حسن بيقول كان المرأة المصرية
دورا بارزا في مختلف مجالات الحياة، وما زال أمام المرأة المصرية المزيد من النجاحات التي تسعى لتحقيقها والمكتسبات للحصول عليها، خاصة في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تدرك جيدا أهمية مشاركة المرأة كونها الشريك الفاعل في عملية التنمية والتجديد الذي تشهده الجمهورية الجديدة. بشكر حضرتك أستاذ محمد على هذه المشاركة. أستاذ أحمد سالم بيقول: لم تكن النساء المصريات في يوم من الأيام ضعيفات، بل وضعهن التاريخ في صفحاته المضيئة لما يتميزن به من قوة وإرادة وقدرة على مواجهة المصاعب والتأقلم مع الظروف، وموهبتهن في تنظيم أمور العمل والحياة. أستاذ أحمد بشكرك على هذه المشاركة. دكتور عبد الراضي حجازي بيقول: المرأة المصرية منذ التاريخ لها دور مهم في إصلاح المجتمع، فهي المدرسة التي تخرج الأجيال، لكن أثبتت علميا قدراتهن وأيضا إداريا وصناعيا، فلقد أصبحت من بين العلماء وأصحاب الرسائل العملية والعمل، فهي وزيرة ومديرة ناجحة، وفي العمل تبدأ من البيت إلى الحرف اليدوية، فهي نبراس القدوة وإرساء أمن المجتمع بأسره. حفظ الله المرأة أيما كانت وأيما تعمل، لأنها صلاح الدنيا بين يديها. نكتفي بهذا القدر من التعليقات. وبينضم إلينا الأستاذة فاتن عريف، أمين عام مؤسسة المرأة العربية والأفريقية. أستاذة فاتن تحياتنا يا فندم. تحياتي لحضرتك. من وجهة نظر حضرتك، بعد تمكين المرأة ووصولها وتوليها أعلى المناصب، يعني كيف ترين قدرة المرأة اليوم على تحقيق استقرار مجتمعي ومساهمة وشراكة فاعلة في تحقيق تنمية مستدامة؟ أولا تحية حب واحترام وتقدير لكل مرأة مصرية وكل مرأة في العالم. عندنا شهر مارس شهر مليء بالإنجازات والاحتفالات للمرأة لدورها العظيم اللي هي حضرتك مثلته داخل الأسرة وخارج الأسرة. عايزة أقول إن المرأة فعلا هي نصف المجتمع، ولكن هي المسؤولة عن النصف الآخر، لها دور كبير جدا سواء كان داخل الأسرة أو في الحياة الاقتصادية. مصر مرت بدور يعني بوقت عصيب جدا، الأكثر حد كان داعم لدور الدولة المصرية واستقرار الدولة المصرية هي المرأة. المرأة اللي تحملت عبء كبير جدا في الإصلاحات الاقتصادية، المرأة اللي كانت تقود أسرتها كوزير اقتصاد وكانت مسؤولة عن كل شيء فيها. عايزة أقول إن كمان القيادة السياسية دعمتها بشكل كبير جدا وادتها نوع من التعظيم، وأطلق عليها سيادة الرئيس عظيمات مصر. عظيمات مصر كان لها الاسم ده، كان ليه وقع كبير جدا داخل نفوس كل مرأة على ان هي فعلا عظيمة في مجالها، عظيمة في قدرتها، عظيمة في ان هي تقود اولادها للنجاح. طيب استاذة فاتن، يعني هناك لا تزال بعض المطالب بعد كل ما بالفعل حصلت عليه المرأة في الفترات السابقة، يعني هل ترين من المطالب ما هو ملح في الوقت الحاضر، أو لا يزال ينقص المرأة لتستطيع القيام بدورها على أكمل وجه؟ تمام. حضرتك كان في استراتيجيه اطلقها سياده الرئيس، هي استراتيجيه 2030 للتنميه المستدامه بتمكين المراه سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وحمايه حضرتك من جميع اشكال العنف. نعم. التمكين السياسي احنا شفناه حضرتك على الارض الواقع بعدد كبير جدا من الوزيرات، بعدد من السيدات اللي بيمثلوا في مجلس النواب او في مجلس الشيوخ، بالقيادات السياسيه اللي تم منحها فرص كبيره جدا زي اعتلاء المراه لمنصب القضاء، اعتلاء المرأة منصب كمستشار للأمن القومي، أو حتى مناصب ما كانتش أصلا بتحلم بيها وهي منصب محافظ، ابتدت إن هي المرأة كمان يعني تثبت نفسها على إن هي قادرة على إن هي صحيح
المسيرة بالنسبة للمحافظة. طيب احنا عندنا دلوقتي كمان تمكين اقتصادي، واعتقد ان الدولة كمان عاملة مشاريع كبيرة جدا، مشاريع تمكين المرأة اقتصاديا، سواء كان حضرتك بالمشاريع الصغيرة او المتناهية الصغر، وده موجود تحت امبريلة وحماية وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، وصندوق تحيا مصر، وحضرتك وزارة الصناعة، وبعض حضرتك مؤسسات المجتمع المدني كمان لها دور في حضرتك في التمكين الاقتصادي. التمكين الاجتماعي عندنا حضرتك مشاريع عملاقة تم فيها زي مشروع مستورة ومشروع فرصة، كل دي. ولكن احنا ننقصنا حاجة مهمة جدا على الحماية القانونية في بعض التشريعات اللي خرجت للنور، وانا طبعا بحيي القيادة السياسية على الدعم الكبير للدولة على لدور المرأة، علشان يكون المرأة تعيش في مجتمع فيه أمن وأمان بالنسبة لها. وطالما أن فيه أمن وأمان بالنسبة لها، يبقى هتقدر أن هي تعطي، وبالعكس ده هي هتزود القدرات بتاعتها في العطاء سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة. نعم. عندنا حضرتك قوانين لحماية حماية من الختان، قوانين حضرتك للحماية من الزواج المبكر، قوانين حضرتك الحماية من ان الميراث بتاع الانثى ان هو حضرتك يتم سلب منها، الشرع اعطاها حق ولكن المجتمع سلب منها هذا الحق، والقانون حضرتك يجرم اي شخص يحاول ان هو يستولي على ميراث المرأة. كذلك حضرتك القوانين المهمة جدا اللي انا بقول ان احنا محتاجين فيها، يعني محتاجين دعم كبير جدا في الوقت الراهن، على هي قانون حماية الأسرة، قانون حماية استقرار الأسرة، وهو قانون الأحوال الشخصية. للأسف في بعض حضرتك، بما أن أنا محامية فبشوف حضرتك كم الـ يعني السيدات المعنفات والمعذبات أمام أروقة المحاكم، كلهن واقفين علشان ينتظروا حضرتك الحكم بالنفقة. للأسف طول الإجراءات القانونية وبطء الإجراءات وكثرة الإجراءات تمام. نعم. كده هوت بتوصل المرأة لمرحلة إن هي لا حول لها ولا قوة. حضرتك الأستاذة اللي قبل اللي تحدثت قبل كده، المرأة المعيلة في مصر تقريبا من 45-48% هي اللي بتقود الأسرة، وهي حضرتك. نعم. هو أستاذة فاتن، يعني هو للأسف هو وقت البرنامج بالفعل انتهى، لكن أنا بأكد برضو أكدنا على يعني حديث أستاذ عبير سليمان سبق حضرتك، وإحنا أكدنا على دعمنا فعلا لهذا الدور. لكن في النهاية أستاذة فاتن عريف، أمين عام مؤسسة المرأة العربية والأفريقية، بشكرك على هذه المداخلة، وبنؤكد ونكرر دعمنا لحق المرأة الحاضن في النفقات وسرعة إنجاز هذا الأمر والحد من الثغرات للتراب على هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقة اليوم من برنامج همزة وصل حول تمكين المرأة. إلى اللقاء في غدا، فريق عمل جديد وملف جديد. دمتم في أمان الله.